خير يا شيخ ماهر. شو عم ابو عبدو المقبره ولعت المقبره يا زلمه شو ولعها؟ والله ما احنا عارفين يا اولاد يا حدا رمى سيجاره يا في اشي يعني هذا اللي انا كنت خايف منه طول عمري وبنحكي فيه طول عمرنا بنقولكم يا جماعه الخير مشان الله هلا مقابرنا نضاف لانه كانت كلها مليانه عشب ولولا انه في عشب ما ولعت المقبره لانه الله اعلم واحد معدي رماله سيجاره ولا ولد صغير رماله فتاشه ولا حاجه هي ولعت يا جماعة الخير احنا قاعدين نستنى شو؟ لا حول ولا قوة 100 مرة قلنا لكم يا جماعة 100 مرة قلنا لكم لا حول ولا قوة الا بالله كان كله ولع لا حول ولا قوة الا بالله هيك صار في مقابرنا بس يا جماعة الخير مشان الله اللي اليوم ربنا صار دفع الله مكان اعظم منيح اللي انتهت هيك بس مجوع عليكم الله يا عمي الايام الجاية اول باول يا عمي يكونوا نظفوا المقابر ما تخلوش العشب هذا الله عليكم يا اخوان المسؤولين يجوا ينظفوها اللي له قبر يجي ينظفه لانه شايفين يا شيخ ماهر ليش نستنى المسؤولين؟ احنا مسؤولين عن مقابرنا، كل بني ادم ينزل ينظف ينظف مقبرته بايده يا عمي ان شاء الله كل واحد ينظف مقبرته ونظافه من الايمان واماطه الاذى عن الطريق صدقه ان شاء الله الجميع يجي توكل على الله ينظف قبورهم دكتور النار طافي 100% الحمد لله طافت 100% طفت يلا توكل على الله لا حول ولا قوه الا بالله من بكره انزلوا نظفوا كل هذا السواد مو كله هذا روحوا لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله يلا يا شباب روحوا روحوا يا عمي